فالمداخيل الجبائية تشكل 68% من إيرادات خزينة الدولة. وهذه مسألة توقفنا يجب أن ندرك يعني هذه المسألة. 68% من مداخل الدولة هي من الضرائب. احنا ماشي دولة ريع، احنا ماشي دولة بترولية وكذا وكذا، إذا عندنا الضرائب وعندنا حس الوطني والمواطنة ديال الملزم. هاد 68% ديال إيرادات خزينة الدولة احنا بالنسبة للضرائب يعني المداخل الجبائية ديال إدارة الضرائب السنة الفارطة وصلت 135 مليار درهم. 135 مليار ديال الدرهم. إذن حنا كنشكلو 68% من هاد المداخل. 68% هي 135 مليار السنة الفارطة. السنة الفارطة راه يعني هاد الإيرادات الجبائية راه زادت ب7%. زادت ب7%. وهذا النظر لهذا الانفتاح والنظر للمواكبه والنظر للمناظره. هاد الضريبه غير اذا بغينا نعطيو مثال على المساهمه ديالها في هذا الجانب الاقتصادي والاجتماعي. نحن نعلم ان مداخل الدوله كتمشي للمجالات يعني الاستثمار، يعني كاين ميزانيه ديال التسيير وميزانيه الاستثمار. حنا عندنا إذا خدينا غير نفقة التعليم ونفقة الصحة، وهي المجالات الاجتماعية بامتياز اللي المواطن يقف عندها وينتظر منها الكثير. إذا شفنا قانون المالية ديال 2017 بالنسبة لنفقة التعليم كان عندنا 54 مليار ديال الدرهم. سنة 2018 ارتفعت هذه النسبة وصلت 59.1 مليار درهم. كذلك بالنسبة لنفقة الصحة 14 مليار فاصله 2 2017 14 مليار فاصله 7 سنة 2018. ماذا نستنتج؟ انه سنة بعد سنة هذه القطاعات الاجتماعية تتطلب منا مزيد من الجهد من اجل التجويد ديالها. والكل يعلم ان هذه القطاعات ديال التعليم والصحة مفهوش على قضيتنا، كل الخطاب ديالنا صريح. مازال باقي لنا الكثير ما يعمل في هذه المجالات من اجل التجويد ديالها. إذن سنة بعد سنة خصنا نجودوا هاد القطاعات. باش نجودوها خصنا المزيد من ضخ الأموال. هاد الأموال 68% من الإيرادات ديال الخزينة ديال الدولة من الجبايات. يعني باختصار في 2018 غادي يكون عندنا 73.8 مليار، قول 74 مليار. 74 مليار اللي غادي تنفق غير في التعليم والصحة. أنا قلنا هذا العام دخلنا 135 مليار. إذا درنا الحساب 55% ديال هذه الإيرادات ديال الجبايات ديال الضرائب 55% كتمشي غير في التعليم والصحة ناهيك على القطاعات الأخرى. معنى مسؤولية مشتركة هي هذه. يعني هاد الضرائب إلا زدت الضرائب ديالي وزدت شوية ديال الجهد وشوية ديال العمل على الذات وشويه ديال نكران الذات وشويه ديال ديال الحس ان حس المواطنه الحمد لله كلشي مواطنين ولا يزايد احد على احد الا انه الفهم ديال الانخراط والالتزام. اذا قلنا الواحد الا استيعاب درهم الضريبه ديالك اللي هو حق عليه، حق واجب عليه وحق ديال الدوله، الا استيعاب درهم اخر درهم غادي تعطي تجويد الصحه والتعليم. وإذن هذو هما الأرقام واضحة من خلال تبادل المعلومات والمعطيات، ها شنو عندنا في البلاد وها شنو نطلب منا. الآن سؤال، واش يمكن لينا عاد نبقاو صابرين على شي مداخل ديال الدولة اللي هي حق للدولة وغادي عاد نبقاو نحشمو أو نوارد كيفاش نمشي نجيب هذيك الضريبة، كيفاش نقنع الناس باش تزيد تكون عندها التزام ضريبي كيفاش خصها تأدي ونقطع مع الماضي فين كاين شي فلوس ضريبة فين كاين شي فلوس ضريبة. نرى الحمد لله الدولة في حاجة إلى هاد المداخيل ديالها، راه ديال الدولة تحسب زعما في إطار قانوني
باش تمشي لهذه الاوجه ديال الاستثمار يعني او التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. ما نحن نظهر المشاريع الكبرى الحمد لله في بلادنا، راه كلنا عارفين الحمد لله الاشواط التي قطعت في هذا المجال.